قطر ومحطة وركاب، لقى وفراق بين أحباب، والناس مراحل ده جاي ده راحل، والظاهر كلنا أغراب. صفن وكلنا في طابور، كله في أعانه وله دور، بحر ومراكب نازل وراكب، زال الدهب والباقي تراب. حاجات كتير لو تتشاف، هنتوب ونهدى ولا نخاف، انويها ربك هيسويها، خاف منه هيديك اضعاف. صفن وكلنا في طابور، كله بأوان وله دور، بحر ومراكب نازل وراكب، زال الدهب والباقي تراب. تعددت الأسباب في السجاير مش غلطان، وذنوبنا أشكال وألوان، والكل عشمان في التوبة مهما تعددت الأسباب. قطر ومحطة وركاب، لقى وفراق بين أحباب، والناس مراحل ده جاي ده راحل، والظاهر كلنا أغراب. صفن وكلنا في طابور، كله بأوان وله دور، بحر ومراكب نازل وراكب، زال الدهب والباقي تراب. سلام، البخار ده أكنه كده بيغسل البني آدم من بره ومن جوه، يعني أكنك أو كأنك بتتولد من جديد، خصوصا لما يبقى في يوم زي ده كده، يوم بتستقبل فيه دنيا الحلال، زوجة صالحة، الحياة الهادية بقى، راحة البال والطمأنينة والسكينة. يا عم حافظ، تحس كده أكنك خاشش دنيا. ده على أساس إنك أول مرة تخش دنيا. إيه التفوية دي؟ ليه كده؟ يا عم حافظ، كل اللي فات حمادة، انما اللي جاي بقى حماده تاني خالص. التوبه وجبت، يا ما انت كريم يا رب، التوبه وجبت، والقلب، القلب نضف خلاص،
جت خلع التوب الحرام. يا سلام يا سلام. خلاص يا عم حافظ، احنا من النهارده يمين يمين يمين. افلح ان صدق. تبا تبا لك هاك من ذاك. وهل تجوز التوبه في السونة؟ ولم لا؟ لم لا؟ لانك ملبوس. والله يا عم حافظ بقى، ما تقفلهاش في وشي، ما تقفلهاش في وشي بقى. ده انا ما صدقت ابواب السما كانت مفتوحه لما تين اختي عرفت تدعي في الحرم وانا واقف وراها. ياه، الرجل اخيرا عرفت سكه اليمين. وانت ايش عرفك ان ابواب السما كانت مفتوحه؟ ما انت حجيت 3 مرات ورجعت شمال. والله عندك حق يا عم. انت عمي عمي، يعني المفروض تشجعني مش تحبطني. عمي اضحك عليك اخدعك؟ يعني الموضوع بايظ. ما تغلطش يا ابني، خليك في طريقك. ولو اني توبتك هتوقف عليا بخساره، لكن انت ابن اخويا وواجب عليا انصحك. وفر نصايحك اللي ملبساني في الحيطه والبول دي. اتك على الصبر وخد مني. حقيقي يا سلام. شوف انت صحيح دكتور نساء، بس عندك بقى تخصص النساء نفسه. استر استر. وعشان نسترها معاك لازم تخش بقلب جامد، وعلى رأي المثل الانطباعات الأولى تدوم. لازم الانطباع الأولاني يبقى نووي يا ابن النواوي. عشان كده لازمك حتة شمال تسخن بيها أوطان. يا مرحبا، بقولك توبنا، بقولك بنتوب. سيبني في حالي. أنا بخدمك، أنا بخدمك، أنا مش عايزك تنحرف. يا عم أنت متصرف. بقول لك توبنا يا الله. خلاص قالوا للحرام احلف، والمصحف توبنا يا الله. والله العظيم توبت الى الله. ابصمها لك اكتبها لك. توبنا الى الله القبطان. وفي كويس قوي يا مستر معتصم، هايل. بالمناسبة السمنة اللي انتوا بتطبخوا بيها، قصدي يعني بتعملوا بيها البوفيه، سمنة ايه؟ السمنة اللي بنستعملها عادة في الأوتيل يعني؟ لا لا، عادة دي انا ما بحبهاش خالص. لا لا، انا بحب كده السمنة تبقى بلدي، زبدة، يعني حاجة كده الناس وهي بتاكل تستطعم كده وتقول الله. مش كنا جبنا لهم زبدة من اللي عندنا في البيت؟ عندنا ايه بس، عندنا ايه؟ اسكتي انت، بدل ما يشوفوك ياخدوك يسيحوك يعملوا بوك البوفيه. وبالنسبه كمان يا مستر معتصم للاضاءه الكتيره والحاجات الكتير، لا بص شوف، انا عايزه الاضاءه تبقى على العريس بس، يعني مش شرط العروسه، ممكن تظلم العروسه خالص. انا عايزه كده العريس يطلع كده منور كده خلاص، يعني كله يبقى هادي ما عدا الكوشه بس، يعني هي اللي تبقى منوره. لا اله الا الله، ما تخليها تلعلع كده يا ستي وتزقطك، ده فرح الغالي. تلعلع ايه؟ تلعلع ايه؟ وفرح العمده ولا فرح بلدي؟ ها مش انا مش عارفه ده فرح ده ولا ده ندوه ثقافيه. ما تقلقيش يعني، في سبوتات هتنزل على العريس والعروسه اثناء الرقصه الاولى. رقصه؟ انت بتقولي رقصه كده في وشي؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله العظيم. احنا ما عندناش رقص وكلام فارغ زي ده يا استاذ. لا اله الا الله، احنا نجيب مقرئ يحيي الفرح ونحط شريطه سودا على الكوشه عشان الناس تتبس. وانت تكتني خالص، انا نفسي اعرف فين السواق الحمار اللي اسمه صلاح. نهاره ايه السود منيل اللي ما جاش لحد دلوقتي؟ عارف يا ست هانم، نهار منيل ب60 نيله، بس والله الدنيا زحمه والناس موت موت موت، متعشقين كانهم يوم القيامه. قامت قيامتك ما يلحقوش حتى يوصلوك. اتاخرت ليه لحد دلوقتي؟ ابدا يا ست هانم، كنت بطلع حاجات فوق، قلت يمكن تحتاج حاجه ولا يعني اي حاجه من دول يعني. طيب، شيل الحاجات دي وديها فوق، وشيل دي كمان معاك وديها السويت عندي فوق. ده عايزه مقطوره. بس والنبي يا ست هانم اوعي تزعلي، فش غلك فيا انا. لا والنبي، ولما هي تفش فيك انا مين يفش فيا؟ صدقوني بعد الفرح هفش فيكم انتوا الاثنين اخر فشاشين. قدامي امشي. شيله قدامي. مستر معتصم عايزه منك حاجه من فضلك. اتفضلي. اما ناديدو، هي اما ناديدو، هي اما
مناديله، ايه مناديله، ايه حس الغالي بره وحس الغالي بره. اول ما دخل فين؟ اول ما دخل وين؟ دخل على السرير، ايه دخل على السرير، ها دخل على السرير، وين وين؟ واتكل على الله، واتكل على الله، واتكل على الله، واتكل على الله، هنتكل على الله، هنتكل على الله، هنتكل على الله، هنتكل على الله. بونجور دكتور. هنتكل على الله. أفندم؟ لا ده ولا حاجة كده، ولا حاجة. هو في حاجة؟ أبداً. أنا كنت جاي أشوف حضرتك عايز حاجة كده ولا كده. أنا في خدمة حضرتك، قصدي يعني كلنا في خدمة حضرتك. حاجة كده وحاجة كده. هو يعني الدكتور هيكون محتاج إيه يعني؟ أو أي عريس بشكل عام ليلة فرحه غير الطمأنينة؟ الثقة في النفس اللي تأمرني بيه. ما يأمرش عليكي ظالم ولا عدو ولا حاقد ولا حاسد. دكتور عمر. يا دكتور عمر. ايه ده؟ دي مؤامرة، دي مؤامرة عليا، دي مؤامرة عليا. قلت لها يا ست انت مفيش، لو سمحتي فضلي من هنا دلوقتي. انتوا مسلطين عليا؟ ما عندكوش راجل في الاوتيل؟ انا عايز راجل، عايز راجل. في ايه يا ابني ده؟ حالة ولادة مستعجلة، حالة ولادة مستعجلة. الطوارئ بسرعة. لا طوارئ ولا جولة، احنا عايزين الدكتور عمر، هو اللي ماشي معاها ملون. اباي ماشي معاها كيف يا خال؟ مش من يوم ما شالك وانت موديها له بيدك يا غنبور وخلتها اتكشفت على راجل. قبري يلم العفش، الكلام لي اصول يا خال، اسمها متابعه. انت اللي هتعلمني الاصول يا ابني سريعه. ايش دخل امي بقى دلوك؟ اتكلم لنا دكتور عمر حيط ابوك. مش هينفع حضرتك. مش هينفع كيف؟ هو قال لي اجي هنا في عيوتها وقت واداني الجواب ده. يا فندم مش هينفع، النهارده فرحه، بس في اللي بيشتغل مكانه. حلو، خلي مراتك فرجة نجارة مصر يا ذاكر. يا أولاد المحاريق، ده أنا أولع عليكم في المستشفى دي كلها. تعالي. في إيه يا نبيلة؟ يا دكتورة في صوت ضرب نار وفي بلطجية هجموا على المستشفى ده. بلطجية؟ انطقي، هو فين؟ حاربنا مش فرجة رجالة مصر كل شوية. انطقي هو فين؟ اعترف احسن لك. اعترف. ايه ده؟ في ايه؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ الحقني يا دكتور غازي. ايه ده؟ مين دول وعايزين ايه؟ فين الدكتور عمر النواوي؟ انا قلت له فرحه النهارده. ما هي قالت لك اهي، وبعدين ومفيش دكاتره تاني غيره؟ نزل الزفت ده، انتوا فاكرين نفسكم فين؟ بقول لك فين الدكتور عمر النواوي؟ انطب. بيتجوز اهو بلا عندك. ايه مالك؟ ايه يا حبيبي؟ مالك قلبت وشك ليه؟ في حاجة؟ بيقولوا الأب يوم فرح ابنه بيبقى مخطوف وشكله كده مش على بعضه. وأنا دلوقتي عندي نفس الإحساس يا عمر. وأنا ابنك برضه. غصب عنك يا ابنك وغصب عني. مش تربيت إيدك. الواد خالد ابني جاب القساوة دي كلها منين؟ سيبه يرجع. مسير ويرجع، محدش بيغيب على طول. اللي زي عمره خلاص بقى وراه، واللي فاضل منه ما يكفيش. وحشني قوي. تقولش كده، اديك طولة العمر ان شاء الله. وحشنا كلنا. طبعا مروق روحك انت وهو مقضينا حكايات وسايبيننا طالعين معتينا فوق. ما انا بنت البطه السودا في العيله دي. يا بنت البطه البيضة داخله بستريس ليه كده علينا كده؟ ده يوم فرح يا اخوانا، يوم فرحي وانا بتجوز كل يوم. يا دكتور عمر. ها يا دكتور. ها
ده فين؟ ايوه مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو رمضان بدا ولا ايه؟ بعد الايام يا عريس. بعد ان شاء الله ايه بكره الصبح. مين الجماعه صمموا يجوا يباركوا لك؟ جماعه مين؟ جماعه مبروك يا عريس. حراس جيبه. حراس مين؟ مش عايز حريس. هم يا ولد. اتفضل يا حاج. عمر استني. رجاله مع بعض. يلا يا اختي. يا مستر معتزم اول ما الناس تدخل على طول اتحط لها. الحق يا مدام. في ايه يا مدهول على عينك؟ الحق العريس يا مدام. اخويا ماله؟ شد حيلك يا دكتور. شد حيلك يا زهير. شد حيلك يا زهيره. وش يا دكتور؟ عايز اشوف الوضع على الاخر. يا دكتور حقوني. اسمعي يا زهير. يا دكتور. اول ما الجرح يكش تنزل الوضع على طول. خير يا دكتور عمر. خير. ابوس يدك. احب على يدك. طمني يا دكتور. ان شاء الله. خير. خير باذن الله. اهدى هقول لك. ابنك خلاص الحمد لله نازل بالسلامه. والست في الافاقه الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا دكتور السعد والهنا. زغروت يا مره منك ليه؟ شكرا 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 يا حاج. شكرا يا حاج. ممكن اروح فرح انا بقى؟ كتاب الله لا نشيلك لحد هناك. لا والله ما في داعي. والله العظيم ما في داعي. شكرا شكرا يا حاج. صل على النبي. خلاص يا ولد. خلاص شكرا. ما صحش برضه تسيبوا المدام لوحدها ولا ايه؟ حاجه علينا يا دكتور. بس انت عارف ان روحنا كانت في يدك. كلنا روحنا بيد الخالق سبحانه وتعالى. صح سبحانه وتعالى. زغروطه يا مرة العريس فيك. بس يا وين يا مرة الكلام ده؟ نزل البندق ولا دي ولا دي. معلش يا عريس قدرك ان الناس تحبك. الحمد لله الحمد لله. يا مستنيينك النهارده يا دكتوره. ما تتاخريش بقى الفرح. اكيد ده اليوم اللي كنا بنستناه. اكيد اليوم اللي كنا بنستناه. ازاي يعني؟ مش مرتاح لها انا خالص الست دي. انا ايه اللي خلاني اقول لها انا بعد الفرح اصلا؟ الفرح اموت واعرف ستوهم ياخدوه ازاي؟ ازاي؟ ايه مفيش احساس؟ مفيش دم؟ هما مستبطرين عليه اول فرحته؟ ايه المستشفى كلها ما فيهاش دكتور غيره؟ يو يا تينا ما خلاص بقى. هو لا قال ما حدش ليه دعوه. زمانه جاي. زمانه جاي؟ انت عارفه يا بنت انت؟ انا مش هيموتني ولا يفرسني ولا يجيب لي جلطه دلوقتي حالا غير برودك ده. تصدقي ان انا غلطانه؟ اوف ان انا قاعده واسيكي اصلا ومعطله نفسي. اتلككي اتلككي. ما انت ما وركيش غير الصباع والكوافير وشعرك وحلاوتك وجمالك والنبي يا اختي ما انت نافعه. نفضي روحك بقى. بتبرطمي بتقولي ايه يا بنت؟ سمعيني كده؟ بتبرطمي تقولي ايه يا بنت؟ ولا حاجة. انت حبيبة قلبي. عاجبة كده؟ بصراحة دي بنت جميلة. ريحي نفسك يا كتابينة يا بنتي وهدي أعصابك. لا القولون يقلب عليكي يضرب في البنكرياس وانت مش ناقصة. صراحة يا عمي من يوم ما حضرتك شرفتنا يعني ونورتنا. أيوة حبيبتي. والله ما صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. المصايب عمالة ترف على دماغنا بس أنا بحب أشرح لك الموقف اللي احنا فيه. ما تنسيش حضرتك إن أنا عمك. ما هي دي المصيبة. دي المصيبة إنك عمي. وهو لو ما كنتش عمي ما كنت سبتك تحت ببيتنا ويبقى ليك دعوة بأي حد من إخواتي. لكن أعمل إيه؟ متربية وعندي أصل ولا يمكن أقفل أبدا الباب بتاع بيتنا في وش أي حد من ريحة المرحوم أبويا للأسف. بنت سودة. بتقولي يا عمي؟ بنت جميلة. بص يا عمي علشان انت عمي انا فهمك كويس قوي 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 قوي. انا ما صدقت ان عمر اخويا صلح حاله. ها وبعد عن سكة الشياطين اللي كان ماشي فيها. قسما عظما يا عمي لو شدته تاني للسكة العوجة بتاعتك ولا وسوست له في ودانه ايه رأيك بقى هنسى اصلي وفصلي وابويا وامي واي صلة تربطني بيك. انت عارف كويس قوي اللي يجي جنب اخواتي اكله بسناني. ايه عمر؟ عمر اخويا حبيبي ما
عامل ايه؟ طمني عليك، انت كويس؟ الحمد لله انا كويس. انا كنت هتجنن عليك. قول لي انا ما كنتش عارفه اعمل ايه من غيرك. ولا حاجه، تروح تلبسي بس هدومك عشان نجهز الفرح يا دوب قرب. فيه ايه؟ هلبس ايه؟ انت اللي تلبس الاول، تعالى قدامي. روح انت يا عمي. يا ساتر، كنت هلبسه الكرافته. غازي، قلت نونس بعض، وبعدين يعني الدنيا ليل ومينفعش تروحي لوحدك في اتزال القمر كده. اوكي، مقبوله منك. اتفضل. ده البلد الابيض ده مخبي حاجات كتير. ايه حكايتك معايا اليومين دول؟ مش عارف بصراحه، بس يعني حاسس اني عايز اقول لك كده. سيبني في حالي يا ابن الحلال، انا مش مستحمله اي حاجه. انا مصدقت الم روحي جوه نفسي واتكن في حته بعيد. انا مش ناقصه. بص يا صفو، عمر اخويا قبل ما يكون صاحب، وعمره ما خبى عني حاجه، وانا بصراحه يعني شايف اللي بينكم ده كان مجرد. بليز، مش عايزه افتح في اي حوارات. خلصت؟ ممكن يعني خلصت فعلا؟ احنا مش هنروح الفرح بقى ولا ايه؟ لا هنروح طبعا. اتفضلي. بسم الله ما شاء الله، انا مش مصدقه عينيا. مش مصدقه عينيكي، عشان كده عينيكي عايزه تعيط. لا يا عمر، دي دموع الفرحه. انت عارف انا حاسه ان انا العروسه النهارده. انت لو بطلت العياط والدموع دي هتبقي احلى من مليون عروسه. يلا يا واد يا بكاش، خلاص بقى العروسه نشفت من الانتظار. يلا روح كمل لبسك. حلوة نشفت، حسستيني انك بتتكلمي على طبق بامية بايت. ولما الصلصة تنشف بقى بامية. يا عروسة. لا، مين ده؟ ده انا نادرن عليا اليوم ده، انا مستنياه طول عمري. تعالى معايا. تعالى. بنفسك؟ طبعا بنفسي. امال ايه؟ يا سلام، الله اكبر الله اكبر الله اكبر. حلوة البتاعة دي؟ يا خرابي، قمر. بسم الله ما شاء الله. انت عارف يا عمر، برغم ان ربنا حرمني من الخلفه، بس طول عمري بعتبرك ابني اللي انا ما خلفتهوش. كل كنت ما اشوفك كده مع واحده من الاشكال اياها كان قلبي بيتقطع عليك. مقضيها انت كنت لي كل يوم مع واحده، واحد كل يوم مع واحده. خلاص بقى، قلنا توبنا الى الله، توبنا الى الله، توبنا الى الله. الله اكبر، اللهم صل على النبي. يا حلاوتك يا جدع، ربنا ليه تنشف زي الست اللي نشفت جوه دي؟ خساره، خساره في اهل العروسه يا اخويا. كده مناخيرهم فوق كده في السماء، وطعم كده كلامهم سايح كده ونايح زي طعم السمنه بتاعت الاوتيل اللي هنا ده، رخمين قوي. لحقتي تقلبي؟ ده انت اللي مختاراه. ما هو ده اللي مسكتني كده. انت ساكته؟ ساكته. العريس العمر ده، يا خلاص يا ناس، عريس عريس. مين ده؟ يا اختك المصونه. إيه؟ عريس عريس بت. إيه؟ انا مش قلت لك بلاش العريان ده يا بت قبل كده؟ في ايه يا دينا؟ احنا فرح يعني، ما تفكيها شويه. وبعدين تعالي شوفي عروسه اخوك يعني لابسه ايه. عروسه اخوها لابسه ايه؟ لابسه ايه عروسه اخوها؟ كورنيش مفتوح رايح جاي يا برنس. كورنيش مفتوح رايح جاي يا برنس. قمر يا اخواتي، قمر قمر مانيكان، ايه الجمال ده كله؟ حلوه زي ماما، بس حاساه قافل الصدر زياده شويه. لا لا، تحفه. ده ديزاينر ما عملش منه الا نسخه واحده وخلاها باسمك. كان نفسي يكون مني فوق الركبه. لا 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 بقى، ده يبقى سكسي قوي قوي قوي، والعريس ايه يجيله هوس. الله 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 الله. هو حد قال لك يا هانم ان الزفه على البلاج؟ مالك يا بيبي، في ايه؟ بيبي دي بتقولي بيبي؟ بس
استغفر الله العظيم. بتقولي بيبي ردي حالك، بتقولي بيبي. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. اسمعي يا حبيبتي، الجوازه دي تمت لما عديتي على الجهاز، عديتي مره واثنين وثلاثه يا حبيبتي، ومفيش اي حاجه بصراحه صفرت يعني. انما دلوقتي تطلعي مخبيه استغفر الله العظيم كل الحاجات دي يعني؟ لا لا لا، جهاز ايه ومخبيه ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. وبعدين ايه السبحه دي كلها؟ سيبك من السبحه دي، رايحين نتكلم في السبحه. ردي على الحاجه يا حبيبتي. الجهاز ده جهاز الاختبارات. ايوه كده، انت فاكره ان كل حاجه بالسهل يعني؟ بصي امسكي حاجه بعد اذنك. هات. شوفي بقى بصراحه يا بنت الناس، انا متجوزك بعد استخاره. ايه الكلام اللو ده اللي انت بتقوله يا عريس؟ لو؟ ايوه لو. لو ايه وهاي ايه؟ خليك انت اون ذا سايد يا حاجه، وانت بالنسبه لك لوك ات مي. الفستان ده تلبسيه لما تكوني متجوزه عيل من بتوع الساحل، عيال الفورمه اللي بتسقط بنطلونها ويدق تاتو. انما انا نو نو. جرى ايه يا بيبي؟ من امتى وانت كده؟ من الليله وكل ليله، يعني عرض مستمر. وانت جاي تتوب على حظي انا؟ ما انت كنت كويس وكنت سامع عنك كلام حلو كتير. كنت كويس وكنت سامع عنك كلام حلو كتير. عمر لا والله. ايه يا حبيبتي ومصحف؟ لا نو 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 والله ابدا. لا كان كويس، كان كويس. انا سامع عنه كلام حلو كتير. سامع لما تبنا الى الله يا ماما، تبنا الى الله العظيم. يا رب اسمعي يا بنتي، اسمعي يا بنتي، نبقى نستر نفسنا كده بدل ما يبقى في كرسي في الكلوب النهارده. ها قلتي ايه؟ اوه ايه ده؟ مش تفتح انت ما بتشوفش؟ انا اسف انا اظبطها لك. انا
ايه ده، انا اللي اسفه دكتور عوني، انت مش فاكرني؟ معقول انت سما اخت الدكتور عمر؟ ايه اللي بعلك يا سما؟ انت كنت مخبيه كل ده فين؟ في لبس المدرسه طبعا، امال فين؟ لا بس انت حلوتي قوي وانت ما بتكبرش زي ما انت. يعني اعتبر ان ده غزل ولا ايه؟ اعتبره زي ما تعتبره، هو الكلام بفلوس. يلا باي باي. البنت بقت خطر خطر قوي. دكتور عوني، دكتور عوني. ايه يا دكتور؟ ساتر يا رب. انا متصل سعادتك من بدري. يا عم ما تستنى، استنى. ايه تعالى اتفضل اتفضل. شايفه القتب اللي طالع للدكتور عوني؟ ما انت عارف مرتضى بقى وطريقته. عمره ما هيكفي. الزمة ده منظر دكتور. في ناس كده مش بترتاح لما تبقى ضل الغير، بس العروسه شكلها بنت ناس قوي. ايوه فاهم. طب قومي بقى نسلم لحسين، انت عارفها هيتقمص. اه بالك انت يا شكرك يا مصطفى. ايوه يا دكتور. شكرا يا دكتور. اتفضل اتفضل اتفضل. تعالى يا مرتضى. حبايبنا اهلا وسهلا. والله احنا جينا مع الزومين مش تلاقيح. العريس ذات نفسه هو اللي اكد علينا ان احنا نيجي. وانا كمان باكد عليكم ان انتوا تيجوا. يا خبر ابيض، اللهم صل على النبي يا رز. ايه الحلاوه دي؟ كل مدى بتحلوي عن اليوم اللي قبله. عشتي يا قبله. اياك السامعين يحسوا. عشان ابليس في الجنه. خشي. خشي. زغرتي زغرتي يا رز. زغرتي زغرتي كملتي. يلا دي وشك ليه الجوازه مش على كيفك؟ بتنكد عليا يوم فرحي وعايزني اضحك؟ هو انت لو فضلت كده قلبه وشك هيتنكد عليكي العمر كله. ها؟ هي دي الكلمه الحلوه اللي قدرك عليها ربنا؟ امال فين الكلام اللي كنت بسمعه عنك؟ ماضي ماضي، ربنا تبعنا منه. خلاص احنا تبنا الى الله. ابتسم حكي. اه اديني حبيبي. بقول لك يا دكتور، مش ملاحظ ان صفا وجازم فاتحين خط ساخن مع بعض من مده كده؟ ملاحظ حوارات ونظرات كملت كمان بمجيتهم مع بعض هنا المستشفى كلها بتتكلم. بقول لك يا مطر، يا اخت عمر دي بتعلقها كام سنه؟ والله انا ما اعرفش بالظبط، بس ممكن اعرف لك. تقريبا هي مطلقه من مده كده. مطلقه ايه يا بني ادم؟ انا بتكلم على الصغيره يا دكتور. قلبي مش متواعني اقول لك يا دكتور. مين اللي جاب الرقصه في البرنامج بتاعنا؟ يا هانم يا هانم، انا ماليش اي ذنب. انتوا اخترتوا البروجرام واحنا متفقين على فقرات فقط لا غير. هي هتطلع دلوقتي وبعدين التورته وتلبيس الدبل والبوفيه اخر حاجه. انت بتكلمني وتقول لي هي هتطلع دلوقتي؟ مين اللي جابها علشان تطلع دلوقتي؟ حافظ بين حواوي عم العريس. محضر لك حته مفاجاه تستاهل بقك. بالنبي ايه؟ بص يا نهار ازرق، انت ايه اللي خليت الشمس هنا؟ جريني جريني جريني. يعني قصة كل مرسى
وحكايه مع كل الدايه. اللعب عليك يا ابو اللي مشربتك ودول احلى واجب من المعلم ورجال سمك. وسمعني امتى يا سيدي؟ ايه المناظر دي؟ انت تعرفهم؟ اه طبعا، ده المعلم سيد ورور والمعلم مرجان سمك. وانت تعرف الاشكال دي منين؟ اشكال ايه؟ دول اهل حته القدام وجايين يوجبوا معايا. وايه النتايه دي اللي هو بيقولها؟ وانت الاشاره عندك ما لقطتش الا دي. سترك يا كريم. العب يا ورور. رسنا بالظبط انت رايان الله يخرب بيتك. سلع سلع سلع. احلى واجب لاحلى عبيد. انت الدخول يلا انا بيتك بيتك بيتك. انت بيت الدخول كلمتي. اتفضلي يا بنتي. اتفضلي يا عم. رقاصه يا عمي. رقاصه تجيب رقاصه للواد نفسه يتوب وربنا يقبل توبته. انت ايه واخد توكيل ابليس في الدنيا؟ في ايه؟ في ايه الحق على اللي جايب رقاصه تفرفشني؟ قصدي تفرفشكم. ده انا كنت هلقطها. ترقط مين؟ ترقط مين؟ حرام عليك يا اخي. تفرفش ده؟ قصدك تعجنن علينا؟ حرام عليك الفلوس اللي ضيعتها شقه عمرك على المسخره وقله الادب. انت عايز تعمل فينا ايه؟ تخلينا احنا كمان نهج زي ما ابنك هج وسابك هنا لوحدك عايش في وسطينا؟ يا كبرنا يا قدوه ما تنطق يا عم. حرام عليك حرام عليك بقى. سيب الواد في حال. سكرة. لا وإيه حنين ورقيق وبصراحة ربنا بقى أدب وأخلاق مفيش بعد كده. ده ليه مغامرات بشايب؟ أنا عارفة إزاي الرجالة بيأمنوا على ستاتهم؟ لا أنا ليا معايا 4 سنين ما رفعش عينه فيا. أنا حمار؟ طب أنت كان؟ طب أنت طال؟ الغباوة دي؟ تكبير الدماغ والنعمة نعمة وافتكر يوم جاي يوم عرض الشريط. يا عليم تقلق
ناقل الحساب القديم. اه يا فتح يا عليم ناقل الحساب القديم. صفينا كلنا وسامحنا وهنرجع صوت سليم. اللي قالك انها مستاهلة اعمى واللي على صدر واخدها عبيط عبيط. اصفى تكبير الدماغ والنعمة نعمة وافتكر يوم جاي يوم عرض الشريف. اللي يحبك حب وسامحه حب وسامحه فوتله خلص أول بأول صرحه حتى اللي بلاد تتفتله. اللي يحبك حب وسامحه حب وسامحه فوتله خلص أول بأول صرحه حتى اللي بلاد تتفتله. والمسامح كريم فتح يا عليم تقل الحساب القديم. اه يا فتح يا عليم تقل الحساب القديم. صفينا كلنا وسامحنا وهنرجع صوت سليم.